وصل الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى مقر محاكمة في التهم الموجهة إليه المتعلقة بقضية التعامل بالنقد الأجنبي وعدة تهم أخرى. هذا وذكرت مصادر أن جلسة محاكمة البشير ستكون علنية لوسائل الإعلام. وكانت المحاكمة قد تأجلت من يوم السبت الماضي وحتى اليوم، وذلك لتزامنها مع التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية.